السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مشاهدين الكرام أينما كنتم. عنوان هذا الفيديو: أسماء المال المختلفة. المال لا ينمو على الأشجار بل ينمو من عرق الجبين. يسمى المال في المدرسة رسوم، وفي الزواج يطلق عليه المهر، وفي الطلاق يطلق عليه النفقة، وعندما تأخذه من شخص لأجل مسمى يسمى دين، وعندما تدفعه للحكومة يسمى الضرائب، وفي المحكمة الغرامات، وللموظفون المتقاعدون يسمى معاش، وللموظفون الاعتياديون يسمى الراتب، وعند العمال الأجور، وعندما يدفع للوسطاء في صفقات تجارية يسمى العمولة، وعندما يدفع مقابل الخدمات المهنية يسمى أتعاب، وعندما يخصص لمشروع تجاري يسمى استثمار، وعندما يؤخذ من البنك يسمى القرض، وعندما يدفع إلى البنك كتكلفة اقتراض يسمى سعر الفائدة، وعندما يودع في البنك يسمى ودائع، وعندما يدفع لأهل القتيل يسمى دية، وعندما يقدم بعد نهاية الخدمة يسمى مكافأة، والخاطفين يسموه فدية، وعندما يقدم بشكل غير قانوني في اسم الخدمة يسمى رشوة، وعندما يدفع مقابل تأجير عقار يسمى إيجار، وعندما يدفع من قبل العظماء يدعى مكرمة، وفي عقائد الدين الإسلامي يسمى الزكاة، وعندما يدفع كهدية الأعياد يسمى عيدية، وعندما يصرف لتصفية الذنوب يسمى كفارة، واللي ما عنده فلوس يسميه وسخ دنيا. إنها جمال اللغة العربية يا سادة، دمتم بود.